السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. فكيف ما عودتكم دائما في اطار الوصفات السهله السريعه والاقتصاديه، ايضا الفيديو ديال اليوم جبت لكم وصفه ديال مافين امريكي ببيضتين فقط. فهاد الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات، غادي نحتاجوا القليل من حبيبات الشوكولا، يبقى اختياري الا بغيتو ديروه هو هذاك، ما متوفرش ماشي مشكل، ما الا كان يكون احسن. جوج معالق كبار ديال يوغورت طبيعي، كاس الا ربع من الحليب، استعملت الكاس دائما اللي كنستعمل في الوصفات، استعملوا كاس العنبه، كاس الا ربع ديال الحليب، 260 غرام ديال الطحين، معاه رشه ملح، 8 غرام ديال خميرة الحلويات باك بولفا، خنيشة ديال فانيلو تسوكا ديال الفاني، كأس إلا ربع ديال الزيت من نفس الكأس طبعا، 150 غرام ديال السكر الخشن أو سكر سنيدة. لهاد الوصفة هادي لهاد المافين غادي نستعمل هاد القوالب هادو اللي ملونين، لأن صراحة هاد الوصفة هادي طلبتها ليا بنت صديقة ديالي، عندها غدا عيد ميلاد وتشهاتهم، قالت لي طاطا واش واخا صايبتيهم ليا؟ قلت لها علاش لي مالا، وحبيت انني نتشارك معكم هاد الوصفة هادي. فاختاريت هاد القوالب هكا ملونين، كيجيو زوينين للاطفال، وحتى ان شاء الله ملي غادي نزينوهم غادي يعطيو واحد الشكل اللي هو زوين. فخليكم معايا نشوفوا طريقة التحضير. فهنا حبيباتي وضعت هادوك جوج بيضات، غنضيف ليهم 150 غرام ديال السكر الخشن أو سكر سنيدة، غادي نضيف ليهم خنيشة ديال الفاني، ها هي، غادي نضيف الزيت كاس لاروب، غادي نضيف الحليب كذلك كاس إلا ربع من الحليب، غادي نضيف هذيك جوج معالق ديال يوغورت الطبيعي، ها هما، وبالضراب اليدوي فقط. غادي نخلط جميع المكونات مزيان حتى تندمج مع بعض، وغنبدا نضيف في الدقيق. هنا حبيباتي غنضيف هذيك 8 غرام ديال الخميره، خميره الحلويات، على الطحين اللي ديجا غربلته واللي معاه شويه ديال الملحه، وغادي نضيف حبيبات الشوكولا. هاد العناصر كلها غادي ندمجها، وعاد غادي نبدا نضيفها الخليط البيض والزيت والحليب وباقي المقادير بحال هكا. حبيبات شوكولا انا استعملت كميه قليله فقط، لان غنزينهم بالشوكولاته من الفوق. نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تستعملوا اكثر ما بغيتوش تستعملوهم فبامكانكم تستغناو عليهم. دابا غادي نبدا نضيف شويه بشويه ونستمر على هذه العمليه حتى نسالي كاع كميه الطحين اللي عندي. فكيف ما كتشوفوا معايا الخليط عندي اندمج، غادي نجيب غير واحد شيته باش ندهن القوالب بالزيت، وغادي نبدا نخوي الخليط. كيف ما كنقول ديما ما تعمروش القوالب بزاف باش تخليو المافين فين يطلعوا اكيد. فخليكم معايا، هنا غنبدا ندهنهم بالزيت. دهنوهم مزيان باش ما تلتصقش ليكم فيهم العجينه او المافين.
من بعد ما دهن جميع القوالب بالزيت، فغنبدا ناخد العجين غير بملعقة كبيرة ونصب الخليط في الكؤوس. هاد القوالب اللي استعملت صغار شوية، فكنظن ان الكمية كافية، درت 2 معلقات. غنستمر على هاد العملية حتى نكمل. كيف ما كتشوفوا الخليط كيجي ثقيل شويه، بحال هاد الوصفات السهله والبسيطه كنصحكم انكم يعني تحاولوا تصيبوهم مع وليداتكم، مع الاطفال الصغار، كيفرحوا كيعجبهم، حتى هما يحسوا براسهم كيديروا شي حاجه، وفي نفس الوقت حتى نتوما كدوزوا واحد الوقت اللي هو زوين مع وليداتكم. فلمالا لا. فالقوالب ديال المافين هاهما واجدين. الفران شعلته كيسخن على درجه حراره 180 كما العاده. غادي ندخلهم حتى يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا طريقه التزيين. اذا البنات انا رجعت لكم بعد ما طابوا المافين، المافين الامريكي كيف كتشوفوا. فالان غادي ندوز نبدا نزين فيهم. التزيين كيف كتشوفوا معايا، وجدت هاد الفيرميسيل هذه الملونه، راه متواجده في كاع المحلات. عندي شويه ديال الشوكولاته الدائبه دوبتها مع شويه ديال الزيت. عندي كذلك هاد القليبات هادو اللي في الغوز والبيض، وعندي هاد الحبيبات هادو اللي فيها الزرق الشيبي والابيض، لون الابيض. فتزيين ساهل، كيبقى لكم نتوما الاختيار، ممكن تستعملوا هادشي اللي درت، ممكن ديروا حاجه اخرى. كيف ما قلت لكم هاد المهمه هادي اللي عطيتوها لوليداتكم اكيد غادي يفرحوا، غادي يعجبهم الحال. الوليدات كيفرحوا بزاف بالتزيين ديال الحلويات، فعلاش لا ما تدوزوش معاهم وقيته زوينه. غنبدا ناخذ غير كميه قليله ونسرحها بشويه. كنتمنى الاضاءه تكون مزيانه. هذه غير الشميشه كتلعب معانا، كطل شويه وتعاود تمشي. الجو باقي ما مستقرش نهائيا. غنسرحها هنا هكا، صافي. وغناخذ مثلا شويه ديال هاد شترويزل، هاد لا فيرميسيل ملونه، ونوضعها من الفوق على هذا الشكل. بحال هكا، حاولوا ما نكتروش، كيبقى للتزيين فقط، لان حلوه حتى هي، وحنا ديجا واضعين سكر وديجا مزينينها بالشوكولات. غادي ناخذ واحده اخرى، بحال هكا. هادي نقدر ندير لها هاد القليبات هادو، حتى هما كيعجبو البنيات. فبإمكانكم تستعملوهم في أعياد الميلاد، كنديرهم غالبا ملي كيكون عند بنتي شي حفله في المدرسه مثلا، كتديهم معاها. بالنسبه للقليبات غنوضعهم على هذا الشكل. نحاول انني نوضعهم بشكل متساوي باش يبان الشكل ديالهم. بحال هكا، نعاود ناخذ واحده اخرى.
هاد المرة ندير فيها هاد الحبيبات الزرقاء. فكيمكن لكم تكتفيوا غير بالشوكولاتة الدائبة او غير شكل واحد من هاد الاشكال باش زينت، ماشي ضروري ديروا ثلاثة الانواع، كيبقى لكم الاختيار بحال هكذا. اذا حبيباتي غنستمر على هاد العملية حتى نكمل كاع المافين اللي عندي، وغادي نعود نرجع لكم ان شاء الله. فكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي النتيجة النهائية، انا زينتهم، كنتمنى يكونوا كيبانوا لكم، زينتهم بالوان متنوعه ومختلفه. فكنتمنى ان بنت صاحبتي يعجبوها، وبهذه المناسبه كنتمنى لها عيد ميلاد سعيد، والله يخلي لكم وليداتكم. حاولوا دائما ديروا معاهم انشطه، شي حوايج هكا اللي غادي يعجبوهم، وحتى نتوما تدوزوا معاهم وقيتة زوينه. فهاد الاشياء مهمه بزاف، والاطفال صدقوني ما كينساوهاش، وكيبقاو ديما كيفتخروا بها وكيعاودوها لصحابهم وصحباتهم. فكان هذا هو نهايه الفيديو، كنترك لكم موعد فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش كما العاده تضغطوا على زر اعجاب الى عجبتكم هاد الفيديو، تشتركوا في القناه ديالي الى مازال ما اشتركتوش، وتضغطوا على الجرس لكي يصلكم كل جديد. فمع السلامه.